من زوايا المراسلين وإلى لبنان، ومع زميلة رينا الدويهي. يسعد صباحك رينا. والخبر اللي زعل، البوتوكس صديق المرأة، هناك تحذيرات من البوتوكس في لبنان، لماذا؟ نعم صحيح، يعني في لبنان يعتبر اهتمام المرأة بجمالها من الأولويات. يعني في هذا البلد التي كانت المصارف قبل الأزمة تعطي قروض تجميلية تحت اسم قروض خاصة، تنفقها الكثيرات على عمليات التجميل حتى باتت مقولة تدين تتزين، أمر شائع جدا في لبنان. المؤسف أنه مع الأزمة وفي وقت باتت الحقن التجميلية من بوتوكس وفيلر وميزوثيرابي وغيرها تعتبر الحل الأسرع لمكافحة يعني هاجس الشيخوخة الذي يطارد الكثير من النساء، بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية حتى باتت الكثيرات منهن يتجهن إلى الحلول السريعة وإلى عدم التدقيق في نوعية الحقن وفي المواد المستخدمة، الأمر الذي انعكس انتشارا ملحوظا لكثير من التشوهات التي للأسف بات بعضها دائما، لأن المرأة اللبنانية باتت تبحث عن الجمال بكلفة أقل، ولهذا أضرار كثيرة بسبب يعني انتشار الحقن المزورة والمهربة والمغشوشة، والتي لها يعني أضرار سلبية كبيرة على النساء. من هنا كانت صرخة وخاصة على أبواب الصيف للمحاسبة الدقيقة لإغفال دكاكين التجميل كما تم تسميتها، لأن المرأة باتت تبحث عن خبير تجميل وليس عن طبيب مختص، عن مركز تجميل وليس عن عيادة عن عيادة طبيب. من هنا يعني بات المحاسبة لوقف هذه الحقن، لمحاسبة بعض الأطباء الذين باعوا يمكن ضمائرهم وشهاداتهم من أجل حفنة من ولاجب كمان المرأة تكون عندها وعي أكثر، يعني تنتبه لدي المسائل. يعني في النهاية هذا وجهنا وجسمنا، يعني ولازم نعرف نروح لمين. ننتقل إلى القصة الأخرى، وهناك تفاصيل جديدة في الخلاف مع ورثة الفنان الراحل فريد الأطرش والفنانة نانسي عجرم بسبب إعلان، ما هي التفاصيل؟ نعم صحيح، نعم صحيح، يعني لا يزال السجال بين وريث الفنان السوري المصري فريد الأطرش والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يحتل مساحة من النقاش بعد أن أقدم الأخير على اتهام عجرم بالاستيلاء على أغنية أنا وأنت وبس من دون الرجوع إليه وإلى موافقته. جيجي لامارا طبعا وهو منتج الفنانة نانسي عجرم ومدير أعمالها أكد نفى يعني هذا الأمر، واعتبر أن الشركة المنتجة للإعلان هي التي يجب أن تحاسب أو أن تسأل، لأنهم وعرض بهدف ذلك المستندات الموجودة والتي تؤكد أن الشركة بحسبهم حصلت على الموافقات المطلوبة. طبعا يعني هذا الأمر سرعان ما أخذ الكثير من الأخذ والرد، وخاصة من قبل مختصين بالملكية الفكرية الذين اعتبروا أن لنانسي عجرم خبرة كبيرة في مجال الغناء والفن، وبالتالي كان يجب عليها التدقيق أكثر، في وقت لمح آخرون أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم نانسي عجرم أغنية يعني من التراث. طبعا يعني مصادر مقربة من عجرم أكدت أن المستندات التي تم مضيها تؤكد على إمكانية استخدام هذه الأغنية ل 14 شهر خارج مصر وداخل مصر، وأنها لم تكن لتضع صوتها على الأغنية لو لم تحصل على أو تتأكد من أن كل الموافقات المطلوبة موجودة. وبالتالي بحسب عجرم ووكلائها فإن الأمر من يجب أن يسأل هو الشركة الخاصة بالإعلان المنتجة لهذا الموضوع. شكرا لك رينا، وشكرا لوجودك معنا في هذا الصباح.